إن هذا التأصيل الذي نذكره له محاضن هي التي يسمونها بالبيئة، وهذه البيئة من مجملاتها الموضع الذي يكون فيه التأصيل، وهو نوعان، أحدهما موضع أصلي والآخر موضع فرعي. فالموضع الأصلي هو المسجد، فإنه ابتداء التعليم النبوي، وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وأما النوع الثاني وهو ما صار بعد ذلك محلا للعلم، مثل المدارس والجامعات والمعاهد والكليات والبيوت، كل هذه محاضن له. ونشأ متأخرا محضن ثالث وهو يعني العالم الافتراضي، العالم الافتراضي في شبكة الإنترنت على اختلاف القنوات المؤدية إليها، سواء كان تويتر أو فيسبوك أو غيرها. وهذا عالم خاص هو عندي أوهن من بيت العنكبوت. فالبناء الشبكي عبر الإلقاء بالغيب فيه ضعف، لكنه فيه نفع، لكن من قدر على الأول فهو يقدمه ثم بعده الثاني، وأما الثالث فهذا بمنزلة الضرورة، إذ لابد من تلقٍ